طيب يعذرون الاشياء. طيب انا حقيقه المسؤوليه الاجتماعيه اللي اليوم برزت على الواقع في المحافظه هي لها عمق تاريخي كبير، ولذلك صار هنا نماذج. يعني ربما المشاهد يقول كيف انشقر فيها هؤلاء الرجال الان اللي يبذلون يساهمون بهذه المساهمه في المسؤوليه الاجتماعيه، سواء مشاركتهم اليوم الوطني ولا المهرجانات ولا اي احتفالات تقام في المحافظه ولا اي مناسبه. لذلك هذا ناتج ان كان سابقا فيه نماذج تحدث. انا ودي حقيقه بسرعه كذا ساعرض عدد من النماذج اللي كانت قديما موجوده. يا سلام. كان هناك في الجامع في شقرة قديما ياتي من يفد من خارج شقرة ايام في شهر رمضان، فيجلسون في الجامع وتقوم اهل الجامع المسؤولين عنهم بتفطيرهم. هذا افطار الصوام. هذا الافطار كان يقوم عليه جدي لامي عبد الرحمن بن حسين رحمه الله. هذا المشروع امتد ليكون مشروعا رائعا يقوم باسره الجميح. نعم. امتد هذا المشروع الى اليوم. يعني تخيل ان هذا مشروع افطار الصائم الى اليوم له 60 سنه وهو قائم في شقراء تقوم به مثل هذه الاسره. حتى ان اهل شقراء اهتموا في ذاك الوقت، ترى هذا الكلام اللي اذكره من 100 سنه. نعم. اهتموا باناره الشوارع والمساحات والمساجد، فكانوا ياخذون الديزل او الغاز ياخذونه من بلاد يعني ايران وما جاورها، ثم يتون به لشقرة ويسبلونه في اناره هذه الشوارع. هذه واحده من عادات الاجتماعيه المسؤوليه الاجتماعيه. خذ هذا المثال الغريب العجيب، أندلس أخرى. احد 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 رموز شقرة ابن حمطي رحمه الله. الله رحمه. كان شخصية عظيمة. يوم الجمعة يملى القراوة موية. الله. يملى القراوة موية ليه؟ عشان اللي يجون من برا المدينة ويأتون يوم الجمعة يتروشون فيه، يستحمون فيه. وكان معه رحمه الله يقولون معه مقص يحف شواربهم ويقص أظفارهم. اقتداء. أي نعم. اهتمام بهذا الشيء. حتى أن بعض مثل الحصير رحمه الله أيضا كان مثل هذا المجال. كان كل جمعة يأتي بالتكرمون الأحذية، يكرمون المستمعين الأحذية ويوزعها على من يأتون من خارج شقرة اهتماما بهم. طبعا الأحذية كانت قديمة، في الأسبوع الجاي ولا ها نفس الشيء. خذ مثال حقيقة يعني عجيب في قضية اهتمام أهل شقرة مع بعض. الدولة لما أرادت نشر التعليم وبدأت في بناء التعليم، قام أهل شقرة باجتماع في عام 59 و300 وألف ببناء المدرسة السعودية الأولى. ما شاء الله. فاجتمعوا أهل شقرة بنوا هذا المبنى ثم سلموه لوزارة المعارف. في قصة إذا تسمحون لي قصيرة جدا لن تأخذ وقتك. يلا تفضل. لرعاية كبار السن في ذاك الوقت. الله الله. رحمه الله أقول اسمه محمد بن سليمان الثاقب جارنا. هذا الرجل وجد امرأة كبيرة في السن في أطراف شقرة، هذا الكلام تقريبا له 60 سنة تقريبا، فوجدها ثم أخذها وأخذها أهل بيته. فكان يعني كانت يعني عليها من الأثر ما عليها من الأثر ما من الدهر، فقاموا بالاهتمام بها بشكل عجيب. وكانت عمية رحمها الله. فجاء وجاء وصنع خيمة في طرف بيته وربط حبل إلى تكرمون إلى دورة المياه بحيث أنها تستطيع أنها تخدم نفسها في هذه القضية. ناشأت هذه المرأة العجوز بينهم حتى أن أولاده وأحفاده كانوا يسمونها الجدة الجدة إلى أن توفيت رحمه الله. آخر قصة للمسؤولية الاجتماعية في قضية السقيا اللي قام بها أسرة آل الجميح من أكثر من 60 سنة. مشروع سقيا لتمديد ماء إلى المدينة القديمة قبل أن لا يعرف الناس مشروع المياه. سيلة. نعم. يعطيك العافية.